السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله. ثلاثة مشاريع استراتيجية بأياد عراقية في المناطق الأكثر زخما سكانيا ويعول عليها في فك الاختناقات المرورية، قد أجيز لها ساعة الصفر ودخلت حيز التنفيذ كدفعة أولى أو حزمة ثانية تقريبا، سترى النور نقلة نوعية لسكان شرق القناة من خلال استحداث شوارع ومجسرات تسهل حركتهم بعد أن حاصرتهم الزحامات المرورية وعاقت من تنقلهم، لتسهم في فتح ممرات جديدة تربط أجزاء حيوية وتغادر نصوص المعاناة الأزلية. مدة الإنجاز للمشاريع ومقترباتها والأعمال الجانبية هي الأخرى راح تكون قياسية، مع الحرص على توفير مسارات بديلة لحركة المركبات. في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فراح تكون البوصلة متجهة نحو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فبعد ليلتين داميتين من الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وهجوم الفجر والاعتداء الوحشي على المصلين، حيث حول الاحتلال المجنون المسجد لساحة حرب يفكر معها في نقل أزمات الداخلية إلى مساحات أخرى بعد أن وصلت حد التهديد الحقيقي لوجود الكيان، الأمر اللي تعاملت معه المقاومة كنقلة في تعامل المستعمر بأدواته وأفعاله وأمطرته بوابل من الصواريخ، فنداءات الأقصى لها مستجيب. هاي الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله ورحب بضيفي الكريم الأستاذ نبيل الصفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان. أهلا بك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، حدثنا عن دلالات اختيار هاي الأماكن اللي راح تكون كمواقع للمشاريع الثلاثة، خاصة وأنها تعد الحزمة الأولى مقدمة لسكان محافظة بغداد خصوصا شرق القناة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك وإلى جميع مشاهدي قناة الأيام الكرام. حياكم الله. تنفيذا للبرنامج الحكومي ولما قطعته على نفسها من توفير الخدمات للمواطنين، واحدة من أهم هذه الخدمات هو موضوع الزحامات المرورية اللي تعاني منها بغداد منذ فترة طويلة حقيقة، لم يتم فتح هذه الملفات لفترة طويلة، خصوصا أنه بغداد بحاجة إلى مثل هكذا مشاريع لفك الاختناقات المرورية في ظل تزايد عدد السيارات وعدم وجود صيانة للطرق والجسور اللي موجودة حاليا. يوم أمس طبعا شهد إطلاق ثلاثة مشاريع من الحزمة الأولى اللي هي بالغة 19 مشروع بحضور سيد رئيس مجلس الوزراء، وطبعا حضوره يؤكد للمرة الثانية دلالة واضحة لجدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ برنامجها الحكومي. الثلاث مشاريع اللي تم إطلاقها يوم أمس شملت مجسرين فوق طريق سريع القناة، واحد من منطقة الداخل باتجاه حي المهندسين، والجسر الآخر اللي هو راح يكون من منطقة جميلة إلى شارع الجهاد في باب المعظم، والمشروع الثالث اللي هو تقاطع القدس شارع 77 اللي منطقة التقاطع ما بين البلديات والمشتل والفضيلية. حال ما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد والإحالات لهذه المشاريع الثلاثة تم إعلانها وتم إطلاقها، وشفنا البارحة أنه وجود الحفارات وتم إجراء فحص ركيزة تجريبية في هذه المشاريع الثلاثة اللي انطلق افتتاحها متزامن سوية. وأيضا إن شاء الله سيتم بالأيام القليلة القادمة إطلاق باقي المشاريع اللي ضمن الحزمة الأولى اللي هي قلنا 19 مشروع. طيب، قبل هذه ال 19 مشروع أستاذ نبيل، نتحدث عن هذه المشاريع الثلاثة اللي راح تطلق. بصراحة أكو متغير جديد أيضا راح يدخل ضمنها، أنها هاي المشاريع راح تتميز بأنها تنفذ بأياد عراقية. نعم. هنا راح نتكلم عن الاهتمام بفئة الشباب خصوصا من المهندسين ومنحهم هاي الفرصة، لأنه تحدثنا أو شاهدنا كثيرا من الفئات المجتمعية من خريجي الكليات يتظاهرون يتجمعون أمام الوزارات للمطالبة بتعيين، لما يكون هنالك توظيف واستثمار للموارد البشرية كلا في اختصاصه، هذا شنو راح يضيف لنا إياه كمتغير جديد على ساحة سوق العمل؟
نعم، مثل ما أعلن رئيس الوزراء يوم أمس، طبعا هناك ثورة بالمشاريع قادمة في الأيام القادمة. العراق بحاجة إلى بنى تحتية كبيرة من ناحية المباني، من ناحية الطرق، من ناحية الإنشاءات. وأيضا كانت البارحة فرصة لدعم هؤلاء الشباب دعم عشرة مهندسين بتأسيس شركة، ودعمهم بكل ما يتطلب من تأسيس الشركات في خطوة نحو حثهم للتوجه نحو القطاع الخاص. الشركات طبعا وهذه المشاريع أكيد بكل تأكيد ستوفر فرص عمل كبيرة لهؤلاء الشباب. ووجود هذه الشركات اللي هي طبعا شركات رصينة تم اختيارها وفق تأهيل مسبق وإلها خبرة في مجال تنفيذ الطرق والجسور، راح ينطي أيضا حافز للباقين أنه يتجهون نحو. إحنا طبعا بحاجة إلى أنه نفعل أكيد القطاع الخاص، نتجه نحو الاستثمار في سبيل تشغيل الأعداد الهائلة اللي موجودة من الخريجين. لكن مثل ما قلت لك، المشاريع القادمة والثورة العمرانية اللي يشهدها البلد ممكن أن تستوعب الكثير من هؤلاء الشباب، وراح توفر لهم فرص عمل كبيرة. هذا فيما يتعلق بالشركات العراقية طبعا، والشركات الأجنبية اللي أيضا تقدم عطاءاتها لباقي المشاريع الأخرى. نعم، نتحدث أيضا أستاذ نبيل عن ما يمنح لهذه المشاريع، يمنحها الريادة النوعية. أكو بعض المواصفات راح تشتغل ضمن هذه المشاريع، يعني بحسب الجهات المعنية أن هذه المشاريع جاءت بعد دراسات مستفيضة أخذت بعين الاعتبار الزخم السكاني لمدة 10 سنوات، بالتالي أنه أكو مشاريع بصراحة لا تأتي بصيغة كيفية، أكو معايير توضع ويتم اتخاذ القرارات عليها. وهذا الموضوع حتى نستطيع استشفاف مدة التنفيذ من خلاله. نعم، مثل ما ذكرت حضرتك طبعا كل الخطط اللي تم وضعها من قبل هذه الشركات هي خطط مدروسة، وتم يعني قبل إطلاق الحزمة الوزارة مع الجهات المعنية اللي هي أمانة بغداد، المديرية العامة للمرور، الوزارات الأخرى، وزارة الاتصالات، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية، على مدى 10 أسابيع اجتماعات متواصلة في تحديد أولويات مناطق الزحامات المرورية وأماكن العقد الأكثر زحاما موجودة في هذه المناطق. الموضوع يعني من يتم بتعاون جميع الأطراف أكيد راح تؤدي إلى نتائج سريعة وتذليل كافة العقبات، خصوصا بوجود دعم كبير ومباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء. كل الخطط فيما يعني تم فرض ايضا على الشركات انه يوفرون طرق بديله اثناء عمليات التنفيذ. احنا ما نريد نسوي طرق او شوارع او جسور لفك اختناقات ونسبب بزياده هذه الازمه، رغم انه قد هي تكون لفتره معينه قد تسبب يعني في ازدحامات، لكن هي مثل ما ذكر معالي السيد الوزير في احد تصريحاته هي جرعه دواء، انه احنا لازم ناخذ هذه الجرعه لان فتره طويله واستفحلت المشكلة. الشركات طبعا أكيد إحنا ماخذين عليها تعهدات بتوفير هذه الطرق البديلة. سقوف زمنية تم تحديدها لكافة المشاريع أحكي بصورة عامة هي في من 9 إلى 18 شهر. بالنسبة للمشاريع الثلاثة اللي تم أطلاقها يوم أمس هي يعني حد أقصى تقريبا سنة يكون إنجازها، وأكيد يعني كل الأطراف هي مهتمة بهذا الموضوع، وقلت لك هناك تعاون من الجميع في سبيل اكمال وانجاز هذه المشاريع. 19 شهر استاذ زياد يعني راح يخلينا نتحدث عن اقل من سنه الى سنه ونصف. نعم، هنا راح احكي لك بصوره عامه لكل المشاريع، لكل مشروع له طبيعه عمل خاصه به بالتاكيد بي. ولكن راح اكو صوره نمطيه اصبحت للكثير من المشاريع، خصوصا مشاريع المجسرات في النجف في غيرها من المناطق. بصراحه نرى الدعامات، ولحد الان هي مشاريع اصبحت فقط دعامات لا تغني ولا تذر. بالتالي نتحدث عن هذه الفترات القصيرة، ونتحدث عن ربطها بموازنة اتحادية، ونتحدث عن سرعة بالإنجاز. شوف، هي حقيقة مو بس الجسور، يعني احنا في خلال الفترة الماضية هناك تلكؤ كبير حدث في أغلب المشاريع اللي كانت موجودة نتيجة للتداخلات والصلاحيات والبيروقراطية اللي موجودة في المشاريع. لكن نرجع ونقول انه هذه حزمة المشاريع هي جزء مما قطعته الحكومة من تعهدات على نفسها، وهي ملزمة بإتمام هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية اللي تم تحديدها. مشاريع المتلكة أيضا السابقة خلينا نقول تعمل الوزارة أيضا مع الجهات ومع المحافظات المعنية
إكمالها. واحد من المشاريع اللي كانت متلكئة وتم إنجازها وإكمالها هو مشروع طريق دورة يوسفية، مثل ما تعرف أنه تم افتتاحها وشكل أيضا نقلة نوعية في مسار الطرق في جنوب بغداد. وأكو أيضا باقي المشاريع الأخرى يتم العمل على استئنافها جميعا. هذه حزمة المشاريع هي حزمة استثنائية مهمة جدا، يعمل الجميع على انجاحها وفق، قلت لك، وفق السقوف الزمنيه. وان شاء الله يتم، يعني هناك تقارير دوريه سترفع بصوره مباشره الى السيد رئيس الوزراء، هو المعني بمتابعتها شخصيا. واكيد في ظل وجود مثل هكذا توجه حكومي وهكذا دعم، اكيد ان شاء الله راح ترى النجاح والنور في اكمالها. طيب استاذ نبيل، نتحدث عن قضيه لها اهميتها الكبيره بصراحه. لما تكون هاي المشاريع تلامس عمق المشكلة الأساس وما تتعامل بالإجراءات الترقيعية، وإذا كان ذلك وفق أكو اعتبارات وضعتها حكومة الخدمات ضمن أولوياتها، فراح نشوف أنه تعامل الجهات الأخرى سواء الحكومية أو غير الحكومية، هل من الممكن أنه تنفذ هذه المشاريع بهكذا روحية؟ مرات احنا نحيلها إلى المقاولين يتلكؤون، أو تدخل بها صفقات وشبهات فساد. اليوم لما الحكومة تسعى في قضية مكافحة الفساد من جهة، وتسعى إلى سرعة التنفيذ والتعاقد مع الجهات، مع جهات رصينة وذات كفاءة وقابلية عالية في الأداء. صحيح. طبعا نرجع ونقول احنا مسألة التلكؤات في المشاريع عانينا منها خلال السنين الماضية. مسألة اختيار الشركات أيضا كانت واحدة من المشاكل الرئيسية اللي عانت منها تلكؤ المشاريع. هذه المشاريع اللي خاصة بهذه الحزمة المرورية، الشركات مثل ما ذكرنا هي شركات تم اختيارها وفق تأهيل مسبق. يعني الشركات اللي تكون لها خبرة ولها سي في في تنفيذ مثل هكذا مشاريع ومثل هكذا طرق، هي اللي تم وقع الاختيار عليها. وطبعا هم كلهم كانوا حاضرين في خلال الاحتفالية اللي تم إطلاق بها هذه الحزمة قبل شهر تقريبا. والمشاريع ايضا هذه من ميزتها انه الشركات راح تقوم ب يعني تقديم تصاميم وتنفيذ في نفس الوقت لسرعه الانجاز مالتها. وحاله ما يتم، قلت لك، يعني موضوع التعاقد والاحاله ده تعلن، يعني الشركات ايضا مهتمه بهذا الموضوع. نقطه اخرى مهمه هو مثل ما ذكرت حضرتك تعاون كل الجهات في هذا الموضوع، من امانه بغداد، من المديريه، باقي الوزارات، كلهم يعني تواقين حقيقه المشروع الوطني اللي انا اعتبره واللي طال انتظاره، يعني بالخاصه بالنسبه للمواطن البغدادي اللي عانى على مدى سنين طويله. يعني احنا تقريبا عشرات السنين ماكو هيك مشاريع، ولم يجرؤ احد ان يفتح هذا الملف. لذلك تضافر كل الجهود، يعني من تكون هناك اجتماع ورؤيه موحده، وحالما تتوفر الاراده، وتوفرت الاراده فعلا، فاكيد يعني احنا شفنا البارحه من نشوف احنا في موقع العمل هناك الحفارات، هناك الاليات، الشفلات، الجريدرات، يعني اكيد راح تنطي رساله اطمئنان وثقه للمواطن على انه الحكومه فعلا جاده في انجاز هذه المشاريع، وان شاء الله تنجز ضمن السقف الزمني المحدد لها. طيب استاذ نبيل، نتحدث ايضا عن الوصول، اذا ما تحدثت عنه في بدايه الحديث جنابك، الوصول الى تنفيذ 19 مشروع في عموم العاصمه بغداد. نعم. هذا اذا ما اسقطناه على الخارطه الواقعيه، شنو من الممكن راح يؤدي لنا من نقله نوعيه في مجال الاعمار وفك زخم المرور؟ اكيد هي راح يعني راح تسوي نقله نوعيه في تخفيف الزحامات بالدرجه الاساسيه. يعني وانا قلت لك هي هذه ال 19 ترى هي بالمناسبه هي من ضمن 60 مشروع، يعني هناك حزمه ثانيه وحزمه ثالثه ان شاء الله ستطلق. بالنسبه لل 19 تم اطلاق ثلاث مشاريع، والباقي ال 16 مشروع ايضا سيتم يعني اعلانها قريبا تباعا ان شاء الله. اكيد راح تخفف، قلت لك، من الزحامات، وراح توفر بيئه تنمويه. يعني مساله يعني الطرق هي ايضا تعتبر واجهه لكل بلدان العالم، يعني البلدان تتفاخر بوجود طرق ومسارات حديثه في كافه الاماكن اللي موجودين بها. لذلك احنا هذا المشروع هو مشروع ايضا خدمي وتنموي في نفس الوقت، يعني راح يكون يحيي المناطق اللي موجوده في انشاء الجسور. اكو هناك مناطق تحتاج الى جسور، انفاق، توسعه الشوارع اللي موجوده، صيانه لبعض الشوارع اللي
اللي موجودة أصلا كواقعها، لكن تحتاج لها إلى صيانة دورية. طيب أستاذ نبيل، وضعت لجان مشتركة في سبيل ليس على مستوى التنفيذ وإنما على المستوى اللوجستي. من المعلوم بأن هذه المرحلة راح تشهد زحامات مرورية، اختناقات، طلبة كليات ومدارس، موظفين وغيرها، فبالتالي هل هنالك خطة مرورية وضعت بهذا الجانب؟ طبعا اللجان موجودة قلت لك أنا، والاجتماعات مالتهم مستمرة تقريبا منذ أكثر من 3 شهور، والاجتماعات يعني ضمت مختلف الجهات القطاعية من أمانة بغداد، من وزارة التخطيط، وحتى من دوائر تسجيل عقاري فيما يتعلق بالتعارضات في استملاك بعض الأماكن، فيما يتعلق في وجود أنابيب النفط ويا وزارة النفط، أو مثلا وزارة الاتصالات، وزارة الكهرباء. اللجان مشكلة وموجودة وتجتمع بشكل دوري، كذلك هناك لجان فنية هندسية في دائرة الطرق والجسور أيضا ستقوم بمهامها في متابعة وتنفيذ هذه المشاريع وتقديم تقارير دورية بهذا الخصوص. نعم، راح نحتاج إلى لقاء هذه اللجان مع رئيس الوزراء، لو بصراحة أنه الفريق روح الفريق راح تكون حاكمة، لأن احنا لاحظنا في لجان سابقة لربما تتلكأ في عملها إلى أن تجتمع مع رئيس الوزراء ويتم الحث عليها، مثل قضية بوابات بغداد يعني الأربعة اللي تم التلكؤ فيها، وبالتالي كان هنالك اجتماع مباشر مع رئيس الوزراء. اليوم رئيس الحكومة نشوفه هو على متابعة حثيثة وتواصل مباشر مع كل هذه المشروعات. يعني أكيد وهذا راح ينطي دافع وينطي حافز أكبر للعاملين. وبالنسبة للجان طبعا هي ما دام اللجان تضم يعني قلت لك كل الجهات اللي مشتركة بهذا المشروع، فأكيد الجلوس لطاولة واحدة يعني راح يخفف من المشاكل ويؤدي إلى تذليل كافة العقبات. يعني أنا مكان ما تكون كتابنا وكتابكم من أقعد ويا الجهة المعنية بصورة مباشرة وجها لوجه ونحدد وين الخلافات وين التعارضات، أكيد راح يكون هناك حلول سريعة لهذه المشاكل. وأيضا مثل ما ذكرنا أنه وجود رئيس الوزراء يعني خلال شهر تقريبا في افتتاح الحزمة وفي يعني إطلاق الحزمة وفي افتتاح 3 مشاريع هو أيضا رسالة قوية لدعم رئيس الوزراء والحكومة إلى هذه المشاريع. هذا مثل ما قلنا ينطي حافز إلى كافة الجهات وكافة العاملين أنه يشوفون مدى جدية الحكومة في إنجاز هذه المشاريع. طبعا أكيد هناك تقارير سترفع، وهناك مثل ما ذكرنا لجان مشكلة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نبيل الصفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والإعمار، أو العمار والإسكان عفوا، ضيفا كريما في الأستوديو. وننتقل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله من جديد مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الدكتور علي الجبوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. أهلا بك دكتور، ضيفا كريما في الأستوديو. حياكم الله. تابع العالم العربي والمجتمعات العربية خصوصا المجتمع العراقي ما يحدث في المسجد الأقصى، بالتالي أسأل حضرتك دكتور، هل يمكن اعتبار هاي الممارسات الإسرائيلية بأنها خطة نتنياهو لنقل أزمات الداخلية وتحويل الانتباه إلى مساحات أخرى بعد أن كانت هنالك تظاهرات وثورات على حكومته وعلى القضاء في الأرض المحتلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم أستاذ أحمد، ومن خلالك لقناة مشاهدي قناة الأيام الأفاضل. حياك. ابتداء يعني الكيان الصهيوني، سلطات الاحتلال هي ليست بحاجة لأي مبرر لكي تستمر في سياستها العدائية ضد المواطنين العرب، وسياسة الحقيقة يعني البطش والإرهاب واللي كانت تستخدم بالآلة العسكرية ضد هؤلاء العزل الذين حقيقة خصوصا ونحن في الشهر الفضيل وفي بيت الله الحرام، حقيقة يعني هذه الممارسة حقيقة هي ربما تتزامنت مع الأزمة السياسية الحقيقة الخانقة اللي تواجهها حكومة نتنياهو، واللي متمثلة برفض التغييرات او التعديلات التي اقترحها بنيامين نتنياهو على القضاء لكي يسلم او يؤمن جانبه من المسائل القانونيه بعد حين. مع ذلك انا اعتقد هذا الموضوع هو ربما
يعني احدى المخارج في هذا الجانب، لكنه الاساس انه هاي قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال الصهيوني لا تتوانى ابدا بان تستخدم سياسه البطش والتنكيل ضد المواطنين العرب العزل، سواء كان في الاماكن المقدسه او حتى في المناطق التي يقطنها المواطنين العرب والمسلمين في هذا المجال. لذلك انا اعتقد ان هذه حقيقه تعتبر يعني في هذا التوقيت بالذات يعني خطوة يعني مدانة بكل المقاييس، وأعتقد هي رسالة سيئة أرسلت إلى العالم جميعا. هؤلاء المصلين معتكفين في المسجد الأقصى يؤدون الفرائض والصلوات، وهنالك عملية اقتحام عشوائي همجي وبالأسلحة وبالقوات المسلحة وبالزي الرسمي لهذه الباحات المسجد الأقصى والحرم المقدس في هذا المجال. نعم. طيب، ربطت حضرتك قضية التراجع الأمني في الأرض المحتلة وحشية نتنياهو أيضا، إذا ما أضفناها إلى هذه المعطيات من توسيع اتفاقات التطبيع، يعني هل هنالك هنالك أيضا إدانات أخرى دكتور علي من دول حتى من الدول المطبعة مع الكيان؟ هل هذا ما يجعل معضلة الحفاظ على اتفاقيات إبراهام في خطر حقيقي، بالتالي أنه نلتمس المبررات من هذه الممارسات الوحشية؟ يعني أولا هي هذه المعاهدات لم تأتي بجديد أو لم تشكل رقما مهما في معادلة الصراع بين يعني الفلسطينيين على الميدان، بين العرب والفلسطينيين والمسلمين وبين القوات الاحتلال، والصراع الأكبر أكثر شمولا هو بين المسلمين وبين اليهود والصهاينة تحديدا المغتصبين للأرض المحتلة. مع ذلك يعني هؤلاء الذين أو ردود الأفعال اللي صدرت من هذه الدول اللي انهمكت أو التحقت بقطار التطبيع سيء الصيت، هؤلاء حقيقة يشعرون بالخيبة والخذلان والحرج الكبير أمام شعوبهم، عندما يستقبلون بالأحضان الوفود الإسرائيلية والمسؤولين الإسرائيليين ويتبادلون الوفود الرسمية، وبالمقابل كانت ردة الفعل أو الرسالة المقابلة كانت بهذه الوحشية وبهذا المستوى الحقيقة يعني من السفالة، عذرا لاستخدام هذه المفردة ضد العرب والمسلمين في الأرض المحتلة. وبالتالي أنا أعتقد هذه ليست يعني مفاجأة، لكنها بالتأكيد تعبر عن خيبة ويعني خيبة أمل كبيرة لهذه يعني الأنظمة السياسية التي انهمكت والتي كانت تعتقد بأنها ستكون يعني بداية بعملية تغيير الوضع داخل الأرض المحتلة داخل المنطقة ككل، لتوفير مقبولية للكيان الصهيوني لكي يستمر جو التطبيع أو يسير قطار التطبيع ليشمل دول أخرى. لكن حقيقة المشاهد التي ظهرت في وسائل الإعلام واللي شاهدها العالم ككل حقيقة تبرز الوجه القبيح للكيان الصهيوني ولسلطاته، وتعطي يعني رسالة واضحة بأن قرار السير مع هذا الاحتلال ومع هذه النظام السياسي ومع كل ما يروج له، أنا أعتقد هي خطوة سلبية بكل المقاييس. طيب. نعم. نتحدث أيضا عن المقاومة. اليوم أكو هنالك تطور في مفاصل مهمة دكتور علي، خصوصا في غزة اللي ردت سريعا بالصواريخ على مستوطنات إسرائيلية. هذا الرد هل يعكس التطور في معادلة الردع اللي خطها يكون هو القدس والأقصى؟ نعم، يعني هو هذه الحقيقة هي المعادلة الجديدة اللي أحدثت فارقا في معادلة الصراع العربي الصهيوني في هذا المجال، واللي كانت في السابق متمثلة ب يعني السلاح مقابل الحجارة في فترة الهوان، اللي حقيقة كانت نتاجة ومخرجات للإدارة السيئة للأنظمة السياسية العربية الحقيقة التي لم تكن أمينة في مسألة دعم الشعب الفلسطيني مقاومته في هذا المجال. بالعكس هم أداروا لهم ظهره وطعنوه بالخلف من خلال عملية الاتفاق مع الكيان الصهيوني. بالمقابل نرى هنالك اليوم هنالك معادلة جديدة، أصبحت السلاح مقابل السلاح، ابتداء من بروز
وانبثاق محور المقاومة المبارك حقيقة، واللي كان له دور كبير في عملية يعني تعزيز المعنويات لكل المقاومين في الأرض المحتلة وخارجها. طيب. من خلال الدعم السياسي والعسكري. يعني هذه المعادلة والانتقال من ثورة الحجارة إلى معادلة الردع، كيف كانت يعني النقلة ومنذ متى، بحيث أنه كان هنالك تغيير في هذه السياسات؟ نتحدث عن محور مقاومة بصورة عامة دكتور. نعم، أنا أعتقد هو مباشرة يعني بعد انتصار الجمهورية الإسلامية، ثورة الإسلامية في إيران عام 1979 واقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وتغيير السفارة الصهيونية وإعطائها للفلسطينيين لإقامة السفارة الفلسطينية في طهران، والدعم الغير محدود فصائل المقاومة بالسلاح وبالتجهيزات وبالتدريب وأيضا أشكال الدعم الأخرى، كلها ساهمت إلى حد كبير في أن تنبثق معادلة جديدة. يعني اليوم هنالك ترسانة من الأسلحة المقاومة للسلطات الاحتلال، سواء كان في جنوب لبنان لحركة المقاومة الإسلامية حزب الله، أو داخل الأرض المحتلة الفصائل الإسلامية حماس يعني الجهاد الإسلامي وغيرها، من الآن تمتلك من الأسلحة ومن التجهيزات ما يمكنها من أن يعني تجعل أي ردة فعل عسكرية للكيان الصهيوني محسوبة بحسابات دقيقة، على العكس من ما كانت في المراحل السابقة، ما كانت من السهولة بمكان أن يتخذ الجيش الاحتلال يعني قرار بعملية اقتحام مدن وقرى واستهداف بالأسلحة الجوية والأرضية لهذه الأماكن العربية والمناطق العربية. اليوم طبعا هم متأكدين سيكون الرد صاعق وسريع جدا، بدلالة ما حصل في 24 ساعة الماضية، عندما يعني بمجرد اقتحام القوات الاحتلال لهذه الأماكن المقدسة كانت هنالك ردة فعل مباشرة وبالسلاح من خلال عملية استهداف بصواريخ للأماكن الصهيونية. نعم. طيب دكتور علي الجبوري، دعني أرحب بالدكتور علي يحيى، ينضم معي عبر سكايب، مستشار في العلاقات الدولية من لبنان. أهلا بك دكتور علي. يتحدث ضيف الكريم الدكتور علي الجبوري عن كل هذه المتغيرات في المعادلات السياسية ومعادلات المقاومة في فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أسأل حضرتك دكتور علي يحيى عن ما إذا ما استمر جيش الاحتلال بعمليات النكراء، هل سنشهد مواجهة أوسع في تكريس معادلة ترابط الساحات؟ طبعا تحياتي لكم، تحياتي للدكتور، تحياتي للمشاهدين. يعني لا شك أنه المشهد اللي شفناه اليوم هو استكمال للمشهد الذي بدأنا نشهده خلال الأشهر الماضية من تصاعد العمليات داخل الضفة ومناطق 48، وهي العمليات التي يتهم حزب الله وإيران بتوجيهها وتمويلها، طبعا إضافة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأيضا يضاف إلى ذلك مشهد تصاعد تهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية الجنوبية والذي تضاعف عشرات الأضعاف وفق الاتهامات الإسرائيلية. وبين هذه العمليات التهريب، عملية ب10 تموز تم إحباطها وفق الجانب الإسرائيلي، وهي العملية التي اعتبرت أكبر عملية تهريب خلال العقود الماضية من الجبهة اللبنانية. يضاف إلى ذلك أيضا عملية مجدو وما أحاط بهذه العملية من غموض، وهي العملية التي اتهم أيضا حزب الله واتهمت إيران بتنفيذها. يضاف إلى ذلك طبعا التوتر المتصاعد والاشتباك المتصاعد داخل الساحة السورية. يضاف إلى ذلك ما شهدناه اليوم وهو الذي يحمل دلالات عديدة، فهو بالتوقيت يتزامن مع التوتر الذي شهدته باحات المسجد الأقصى، وبالتوقيت أيضا يأتي بعد أيام من استهدافات متكررة لمحيط دمشق وبعض المناطق في الساحة السورية، والتي أدت أيضا إلى ضحايا. وأيضا هو يؤكد على معادلة لطالما أكد عليها حزب الله، وهي وحدة الساحات، وبالتالي نحن اليوم أمام تأكيد هذه المعادلة، أي
التهديد للمسجد الأقصى سيصاحبه قذائف تنطلق من قطاع غزة واشتباكات في الضفة الغربية وعملية إطلاق نار في الضفة الغربية ومناطق 48 التي تصاعدت إلى أكثر من 77 استهداف بأقل من 24 ساعة، وأيضا المظاهرات المتنقلة في عكا ويافا واللد وغيرها من المناطق المحتلة داخل 48، يضاف إلى ذلك الاستهداف من الجبهة اللبنانية الجنوبية، وهو ما يؤكد على المعادلة اللي حكيناها من شوي. نتحدث دكتور علي يحيى عن مواقف الدول العربية والإسلامية اللي كانت في خانة الرفض لهذه الممارسات، كيف يمكن أن نبني موقفا عربيا موحدا وفقا لهذه المعادلة الجديدة؟ صحيح، لا شك أنه العمل المقاوم اليوم والمدعوم بقطاعات شعبية وأيضا المدعوم بالبيئة الإقليمية والدولية المتغيرة لغير صالح دولة الاحتلال، لأنه عم نحكي نحن دولة الاحتلال أو تعاني من ثلاث تحديات اليوم، هو تحدي الانقسام الاجتماعي الثقافي الداخلي حتى على شكل هوية الدولة ما بين اليمين المتطرف واليمين وما بين اليسار والعلمانيين، يضاف إلى ذلك التحدي الإقليمي والذي بدأ ينعكس بمصالحات ثنائية وثلاثية، وآخر هذه المصالحات كانت بين السعودية وإيران، وأيضا عودة العرب للسير على طريق دمشق، وهذه الأمور مجتمعة يعني تسقط حجة أو محاولة خلق بيئة معادية لإيران ولحركات المقاومة وخلق تحالف يمكن أن تستغله إسرائيل لضرب إيران وحركات المقاومة، هذا بالبيئة الإقليمية. ولو انتقلنا إلى البيئة الأوسع وهي البيئة الدولية أيضا المتغيرة لغير صالح دولة الاحتلال، وهي البيئة التي تتغير بعد الانزياح من الضفة الشرقية للمتوسط إلى الضفة الشرقية لأوروبا وانتقال ثقل النزاع إلى المحيطين الهندي والهادئ، يلي فيه عم تتشكل التحالفات، تحالف كواد وأوكوس، يلي فيه أيضا عم تنتقل معظم الموارد العسكرية، وبطبيعة الحال هيدا يؤكد على انه هيدي البيئة هي لغير صالح دولة الاحتلال، يلي عم تحاول تراعي هيدي العوامل المجتمعة وتحاول ترميم قدرة الردع بما لا يؤدي إلى اشتباك أوسع يمكن أن يؤدي إلى توجه موارد عديدة ضده. طيب دكتور علي الجبور، أسأل حضرتك عن يعني المعارضة الإسرائيلية اللي وجدت في هشاشة الوضع الأمني، وجدت فرصة لانتقاد الحكومة، هذه الجزئية يعني من الذي يسبق من؟ المعارضة التي وجدت هذه الفرصة أم أن نتنياهو وهذا التخبط اللي يقع فيه وضغط المعارضة وضغط الشارع أصبح هو من يحركه؟ يعني هي المنظومة ككل، لأنه حقيقة ما بني مثل ما يقول على باطل فهو باطل، وبالتالي يعني الاستحقاقات هذه استحقاقات المرحلة الجديدة التي يفترض أن تكون واضحة بالنسبة للكيان الصهيوني، الانقسام المجتمعي الكبير اللي الآن يعني موجود في داخل الأرض المحتلة في الكيان الصهيوني حقيقي ما عاد كما كنا نتحدث سابقا أنه المجتمع الإسرائيلي فقط فيه انقسام يتعلق بوجود اليهود الغربيين واليهود الشرقيين وما يؤدي أو ما ارتدادات هذا الانقسام على الوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي. اليوم هنالك انقسام فكري وسياسي وحتى يعني بين الشخصيات التي تدير إدارة الدولة، هنالك يعني عدم ارتياح وعدم قناعة وربما اختلاف كبير جدا في هذا المجال. لأول مرة يعني يحدث في الكيان الصهيوني امتناع ل يعني المكلفين بخدمة الاحتياط للالتحاق بوحداتهم، وهذا مؤشر غاية في الخطورة على الكيان الصهيوني، كلها حقيقة نتيجة للسياسات الهمجية اللي تتخذها السلطات الكيان الصهيوني في هذا المجال، والتي مبنية على مسألة الاستئثار ويعني انتهاك كل الحرمات في هذا المجال، والأمر اللي انعكس بشكل كبير على قناعات حتى يعني اليهود داخل الكيان الصهيوني سواء كان مجموعات أو بالنسبة للأفراد. وإذا مثل ما متابعين احنا الصحف التي تصدر يوميا في داخل الكيان الصهيوني، هنالك اليوم رأي عام يعني واسع جدا بدأ ينتقد وبشكل بصوت عالي
هذه الممارسات وهذه اللي قصدها أو يقصد من عندها محاولة لعملية لفت الأنظار عن السياسات والخطوات الحقيقة غير يعني المعقولة اللي تتخذها حكومة نتنياهو والتي كان آخرها محاولاته لعملية الإضرار بالجانب القضائي في داخل الكيان الصهيوني. لذلك أنا أعتقد الأمور ذاهبة باتجاهات يعني ربما ستلقي بظلالها عاجلا أو آجلا على المجتمع الإسرائيلي بصيغة تقاطعات يعني كبيرة جدا، وقد لا نستبعد الاحتكاكات المباشرة بين داخل الأرض المحتلة داخل الكيان الصهيوني. نعم. طيب دكتور علي يحيى، نتحدث عن قضية مهمة جدا في هذا المجال، وهي بأنه يعني بعض الجهات وبعض البلدان تتحدث عن اللي من ضوء العربية كانت تعقد اجتماع طارئ لكنه ما يحمل هذه الصفة المباشرة، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر قد اختلف والموقف قد اختلف، عقد الاجتماع بصفته الفورية، كيف من الممكن أن نحلل هكذا إجراءات؟ نعم عفوا، يمكن أنا جزء من السؤال ما كان واضح لإلي. نعم. المقصود هو الاجتماع الجامعة العربية، جامعة الدول العربية اللي كانت تعقد اجتماع طارئ لكنه لا يحمل الصفة المباشرة بهذه القضية، لكن هاي المرة اختلف الموقف، يعقد الاجتماع بصفة فورية لمناقشة هذا الموضوع. يعني هذا احنا دائما ما نشكل على جامعة الدول العربية، خلينا نصفهم هذه المرة إذا كانت هناك جدية. خلينا نبني على الإيجابة، كان هناك بداية قبل ما نفوت موقف الجامعة العربية كان في مواقف فورية وقوية لجمهورية مصر، للمملكة العربية السعودية، وللأردن المعني أيضا بالموضوع كونه مشرف على بعض الأماكن التي تم الاعتداء عليها، وهذا كان لافت. طبعا نضيف إلى ذلك الشيء اللي حكيته من شوية، تغير البيئة الإقليمية والدولية، وبالتالي شماعة إيران التي كانت تستخدم لمحاولة خلق بيئة مؤاتية للتحالف العربي الإسرائيلي لم تعد موجودة. وبالتالي أيضا في شغلة مهمة، أنه الحكومة الحالية هي حكومة اليمين المتطرف التي لم يعني تترك لها حليف عربي يمكن أن يثبت على تحالفه، مشان هيك كانت البيانات قوية وكان في اجتماعات وإدانات للضغط لإيقاف هذه التعديات التي تجاوزت الحدود المنطقية، الاعتداء على المصلين دون حتى أي مبرر منطقي يمكن أن تستخدمه الحكومة لمحاولة تبرير هذه الفعلة. العراق دكتور علي الجبوري، العراق وبلدان عدة بموقف واضح من قبل المنظمات الدولية إزاء هذه الانتهاكات السافرة، كيف ستكون الاستجابة من وجهة نظر حضرتك؟ يعني حقيقة يعني احنا بشكل بصراحة لا يمكن أن نعول على مدى هكذا يعني منظمات الدولية، واللي هي قطعا مرتبطة بمنظومة الاستكبار العالمي اللي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان إذا تحدثنا على الأمم المتحدة وعلى جهازها التنفيذي المجلس الأمن، أو إذا تحدثنا عن منظمات حقوق الإنسان وحريات الأساسية واللي يعني ناشطة في مناطق كثيرة من العالم وتقدم تقارير إلى حد ما منصفة وإيجابية، لكنها عندما تكون في منطقتنا وتحديدا في موضوعة الصراع العربي الصهيوني تكون يعني بإرادة مسلوبة من خلال ارتباطها انسجامها مع توجهات الولايات المتحدة الأمريكية العامة ومجاملتها للكيان الصهيوني. على هذا الأساس أنا أعتقد التعويل هو فقط على روح المقاومة وعلى المقاومين في داخل الأرض المحتلة وإسنادهم بكل المجالات. أعتقد الإسناد المعنوي يتعلق اليوم بعملية الاحتجاجات التظاهرات اللي مؤيدة للمقاومة ومنددة بخطوة الكيان الصهيوني، وهنالك حقيقة ردة فعل ربما ستكون أكثر يعني صعوبة على الكيان الصهيوني متمثل بالمجتمعات الغربية وحتى الدول الغربية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك اليوم حقيقة انفعال كبير جدا من قبل الاتحاد الأوروبي دول أوروبا حيال هذه الممارسات اللي حقيقة لا تمت على الإطلاق بأي صلة من الصلات مع القرارات
التي تم التصويت عليها داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا حتى التعهدات الإسرائيلية نفسها للمجتمع الدولي بما يسمى بإقامة أو بمشروع الدولتين. وبالتالي حقيقة اليوم الكيان الصهيوني حكومته يضرب بعرض الجدار كل ويدير ظهره لكل الاتفاقات والالتزامات، وهذا حقيقة يقلل من أسهمه داخل المجتمع الدولي ويقلل من مناصريه. تبقى فقط الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اليوم للترابط الحيوي والعضوي يعني بين مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني. نعم، قضية مهمة أيضا جدا دكتور علي يحيى، نتحدث عن الأنظار اللي تتجه صوب ثلاث جبهات. هاي الجبهات تتفاوت في التقديرات بشأن استعداد نتنياهو وأيضا قدرته على إشعال هذه الجبهات، جبهة فلسطينية، جبهة لبنانية، ولا نستثنى أيضا الجبهة الإيرانية. فأين سترسو أشرعة التصعيد الإسرائيلي؟ ما الجبهة الأكثر عرضة للتسخين في المرحلة المقبلة؟ يعني لا شك حاليا ليس هناك قدرة لدى الجيش الإسرائيلي لشن حرب متعددة الجبهات ومتعددة الطبقات نتيجة استنزاف الجيش الإسرائيلي في الداخل وانتشار أكثر من 60% من قوات هذا الجيش بمناطق الضفة الغربية ومناطق 48. ناهيكم أيضا طبعا عن الانقسام الداخلي الذي انعكس سلبا على بعض قطاعات الجيش والذي تجلى برفض بعض قطاعات الاحتياط وغيرها من القوات من الذهاب إلى المهمات الإدارية والمهمات القتالية. بطبيعة الحال أيضا لا شك أن البيئة المتغيرة تدفع باتجاه أن يكون الجيش الإسرائيلي متأنيا في الذهاب باتجاه أي مواجهة يمكن أن تدفعه إلى مخاطر قد تكون مخاطر وجودية. يعني المواجهة مع إيران بداية تتطلب تحضيرات ومشاركة قوات الدفاع الطيران الجوي الأمريكي، كون الجيش الإسرائيلي لا يمتلك القدرات الجوية الكافية لضرب المنشآت الإيرانية أو مواقع إيرانية متعددة أو منتشرة في مختلف أرجاء إيران نتيجة عوامل فنية عديدة. وبطبيعة الحال ليس هناك من إمكانية نتيجة هذه العوامل التي ذكرناها لأن يكون هناك حرب متعددة الجبهات. ومن هون عم نشوف نحن بعض التصريحات بعد ما حدث اليوم تحاول حتى تحييد حزب الله وعدم استفزاز حزب الله، بالرغم من أنه هذه الصواريخ قد انطلقت من جنوب لبنان، وبالتالي محاولة حصر ردة الفعل على تنظيمات فلسطينية أو إبقاء الاشتباك في الدائرة الفلسطينية الإسرائيلية لمنع توسيعها بشكل أكبر. حتى أنه خلال الأشهر الماضية نحن صحيح شاهدنا غارات جوية تكثفت مؤخرا على بعض المواقع داخل سوريا، لكن هدفت إسرائيل من خلال هذه الغارات إلى تحقيق أهداف محددة، لكن بنفس الوقت إلى ألا تتحول إلى حرب شاملة، بل هي قد أبقت على مستوى المواجهة ما بين الحروب كي لا تذهب إلى مواجهة شاملة يمكن أن تنعكس سلبا عليها وتهددها وجوديا في ظل بيئة وفي ظل انقسام اجتماعي وبيئة إقليمية متغيرة وبيئة أيضا دولية غير مساعدة. طيب دكتور علي في دقيقة لو تسمح دكتور علي الجبوري، يعني نتحدث هنا عن السلام اللي بني التطبيع وفقا لهذا السلام، أين السلام إذن ولماذا أصبح التطبيع؟ يعني حقيقة هي طروحة مهلهلة لا يمكن أنه نستند عليها أو نقيمها إيجابيا، لأنه السلام يفترض أن يكون هنالك مبني على أسس سليمة في هذا المجال، قوام العدل والإنصاف وإعادة الحقوق لأهلها. الحقيقة هذا سلام من هذا النوع، سلام الخنوع والاستسلام، أنا أعتقد هذا هو مو ما يؤدي. وحقيقة بدليل الخطوات المتتالية منذ خطوة أنور السادات 79 ومرورا باتفاقيات مدريد واتفاقية غزة أريحة بين السلطة الوطنية والكيان الصهيوني ووادي عربة بين المملكة الأردنية الهاشمية والكيان الصهيوني، وصولا إلى قطار التطبيع اللي شمل دول عربية معروفة في هذا المجال. كل هذه لم تأتي أكلها. حقيقة السلام يفترض أن يبنى على أساس المعطيات الأساسية هي العدل والإنصاف ويعني
اعطاء لكل ذي حق حقه. هذا اذا ما كان هنالك سلام على هذه المبادئ، انا اعتقد ستكون نتائج كالتي نراها اليوم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الجبوري، استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد، اثرت الحوار. وشكر كثير لحضرتك الدكتور علي يحيى، مستشار في العلاقات الدوليه، حدثتنا عبر سكايب من لبنان. شكرا لكم ضيوفا الكرام، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئه تعالى، في امان الله.